السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله يا وبركاته. سلام يا شيخنا، وحياك. ربنا يبارك في عمرك. بارك ماهر الله. الأنصاري معاك. ماهر الأنصاري. تمام، مرحبا ماهر، مرحبا ماهر. مرحبا بك يا شيخنا، من زمان ما سمعناش صوتك والله. من أي البلاد يا ماهر؟ مصر يا شيخ. أعرف إنك من مصر صوتك. أكيد. أنا مؤكد بماهر، تفضل. وياكم وياكم. احنا طبعا شغال في مجال المطاعم، أنت شغال في، ممكن اتفضل. تقول شغال في مجال المطاعم وبعد. فبينزل زيت على رجلي، أي. تمام، فتلاقي الوضوء يبقى فيه حاجة، فبحاول قدر المستطاع اني اغسل من الماء او القدم. يعني الحائل من وجهة نظرك الزيت فقط أو شيء آخر؟ لا بأس، اغسل اغسل والحمد لله وصلت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حجته لبد شعر رأسه من يوم 25 من ذي القعدة إلى 10 من ذي الحجة، وهو ملبد رأسه، ملبد رأسه، عيد، وكان يمسح على الرأس وكان يغتسل عليه الصلاة والسلام.